أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. محتاجة دعمكم، أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العذراء الخميس 8 أبريل 2021. لا تحاول أن تتظاهر اليوم بأنك أذكى شخص في العالم. استمتع بوقتك ولا تكن متصنعا. تصرف بصورة طبيعية وبسيطة عندما ترى بعض المناظر الطبيعية الجميلة اليوم. ستفكر في رسمها. هل لديك قلم مناسب وألوان ولوحة رسم هذه المناظر الخلابة؟ عاطفياً، عش يومك ولا تضيع على نفسك فرصة الحصول على الرومانسية والسعادة، لكن حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير. مهنيا، تضع نصب عينيك أهداف واسعة لتنفيذها ولا تتدخل في مسألة لا تخصك حتى لا يلومك من حولك. صحيا، تريس قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة. خذ الأمور بالتروي ومهد لها خطوة بخطوة. توقعات خاصة للرجل: دخول القمر إلى برجك يعطيك وضوح في الرؤية، وقد تبدأ مرحلة جديدة في حياتك، وجاذبيتك اليوم تحمل أكثر من مبادرة حولك وتجعلك تشعر بقيمتك وأهميتك. هناك مبادرات إيجابية وتغيرات حاسمة تقوم بها اليوم. الفترة القادمة توقعات خاصة للمرأة: تستفيدين من حياة صاخبة لالتقاط فرصة معينة تفتح أمامك بعض الأبواب. لابد لك من بعض التغيير، لقد مللت إيقاع يومك الرتيب. حاولي الخروج بعض الوقت لملاقات أشخاص جدد وممارسة نشاطات جديدة تجلب لك بعض الأفكار اللازمة للتفكير بشكل مختلف في حياتك وأهدافك.